السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد، موضوع جديد. أي مما يلي يعد مقاومة أو مقاومة في الدائرة الكهربائية؟ هل هو المفتاح؟ هل هي البطارية أو المصباح الكهربائي؟ وطبعا ذلك في دائرة التوصيل. طبعا جميع الأسئلة التي أجبنا عليها من خلال القناة تجدونها برابط بالوصف، وهذه هي أسئلة، تضغطون على أي سؤال أحببتم وستجدون طبعا الإجابة. كذلك لا تنسوا أن تطرحوا علينا أسئلتكم وسنجيب عليها. وفيديو جواب هذا الفيديو هو المصباح الكهربائي.